بسم الله الرحمن الرحيم. تلاجة LG 20 قدم، فرز تاني فيها، يعني دي يعتبر مش حاجات ظاهرة قوي، يعني دي بتتمسح لان الاستانلس احنا عارفين ان هو يعني بيتلمع بسهولة. الحجم بتاعها 516، ده السعة الصافية. الحجم المكافئ 648. التلاجة الانفرتر كفاءة أقل، توفير في الطاقة، منع للصوت. في هنا برضو، هي دي يعتبر كحتة كده من الكرتونة مش تطبيقة، يعني دي ممكن تتلمع بأي سائل اللي هو بيلمع الاستانلس. يعني من جوه التلاجة الجديدة كلها زيرو، مشتغلتش. اللزق بتاعها بالفل، بورقها، بالضمان بتاعها زي ما هو متغلف. هي كل المشكلة اللي فيها مشكلة جانبية، اللي هي فيها حاجة من الجنب، يعني تطبيقة بسيطة من الجنب هحاول أظهرها اهو. في الركن في الآخر خالص، تمام، ومش مأثرة على حاجة، يعني هي باينة من الجنب من ورا خالص، يعني حتى لو هتخش في نملية أو مطبخ مش هتبقى باينة من قدام، يعني الخبطة كلها في الجنب ورا خالص، تمام. التلاجة بضمان ال10 سنين بتاعتها، ما فيهاش أي مشكلة في أي حاجة تانية غير الخبطة دي بس. طبعا نازل من سعرها حوالي 20%. الجنب التاني اهو كله سليم، ما فيهوش أي مشكلة في حاجة. ده منظر للتلاجة برضو من قدامها.